بصراحه زملكاوي فخليه هو بيضيع كتير والجون فاضي. خليه في الاهلي، خليه في الاهلي، ربنا يكرمهم ويخسروا ان شاء الله. كلهم جابوا فينا جوان يا عم. بصراحه لا يصلح ان هو يتلمل في النادي الاهلي، مش اعاره بس، بيع نهائي. لا يمشي. ليه؟ هو خد فرص كتير ومن الفرص ومش معقول يبقى مهاجم منتخب المغرب بالطريقه دي. يعني متهيألي لو الفرصه اللي خدها صلاح محسن احسن منه، او مروان محسن برضه، اي حد ياخد الفرصه يبقى احسن منه. راجل محترم وبيلعب 100 في مكانه يعني. اي لاعب بيضيع كتير يعني، دول لعيبه في اوروبا بيضيعوا، ايه المشكله يعني؟ يعني لا انا زارو عايزينه في الاهلي. لا ما خليه قاعد. ليه بقى؟ عادي يعني بيضيع والدنيا قشطه حلوه يعني. مبسوط؟ اه مبسوط جدا. هو بيضيع؟ اه. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. مبسوط ازاي ان هو بيضيع؟ ما هو كل واحد بيبقى ليه شويه حلو وشويه وحش، فالشويه اللي هو وحش فيهم ما ينفعش بقى نبقى عليه ضغط ويمشي وروح و... اكيد هيجي عليه وقت ثاني يبقى احلى من الاول. لا رحيله طبعا، مفيش اجاده فيه في الملعب، ما بيبدعش، مفيش، كل حاجه كل شغله كله متكرر. ضد طبعا رحيل ازارو، عشان خاطر هو بيلعب كويس و... في حاجات كتير يعني حلوه، وكمان هو قدم موسم حلو. مع يعني لو ازارو يكون موجود في النادي بصراحه، لان ازارو اول ما جه النادي اول موسم ليه خد هداف الدوري، بعكس فلافيو. فلافيو اول ما جه النادي جاب جون واحد بس وجاب جون بظهره، يعني ده فلافيو تاني موسم على طول بقى هداف الدوري. وبعدين ازارو اصلا بيتعب الدفاع، بيتعب اللي حواليه كلهم، فبيدي فرصه للي جاي كلهم، اللي جاي من تحت زي صالح جمعه، زي اي حد جاي من تحت اللي هو يعني يجيب اهداف. بس بروتنا من كلاس مصر، بطوله افريقيا. لا ده حظ والله، ده حظ، حظ ونصيب، نحمد ربنا. هو يعني مش ادانه بقدر ما هي رعونه. لا مش هنقوله هو لوحده يعني، اكيد برضو التدريب برضو اكيد ليه جزء في المشكله ديت، والتدريب عامه يعني الجهاز الفني عامه كله.